مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقه جديده من برنامجك حياتك في قصه. ان حياتي وحياتك مثل قصه، ان طالت او انقصرت كما قال موسى قديما، افنينا سنين كقصه. في قصه حياتي ضاع منها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضاع منها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت، او بيتصلوا بينا تليفونيا، او بيرسلوا لنا خطابات او ايميلات، او عن طريق الفيسبوك. ارسل لنا قصة حياتك او قصة اعجبتك فتكون واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة، يعني نعمل منها حلقة. واكتب لينا عن رأيك في البرنامج، اكتب لينا عن ملاحظاتك، بنكون سعداء. وبنصلي لأجل جميع المشاهدين ان الرب يجعل هذا البرنامج سبب بركة. قصتنا النهاردة قصة رائعة، قصة جميلة، قصة حقيقية واقعية، قصة كتابية من الإنجيل. قصتنا النهاردة بعنوان سمعان الشيخ. سمعان الشيخ، هذه القصة المرتبطة بميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. هقرأ لك في إنجيل لوقا وصح 2 ومن عدد 22. ولما تمت أيام تطهيرها، أي العذراء المطوبة القديسة مريم، حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، مخصص يعني، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب: زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه، أي العذراء القديسة مريم ويوسف النجار، ليصنعوا له حسب عادة الناموس، أخذوا على ذراعيه وبارك الله. طبعا حاجة عجيبة جدا، يعني الطفل يسوع هو الله الظاهر في الجسد، علشان كده يقول لك أخذوا على يديه وبارك الله. أنا عارف أنه بعض الناس بيشوفوا الأمر عجيب، هو أول واحد من أسماء المسيح أنه عجيب فعلا. أخذوا على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددت قدام جميع أعدائك، وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان. خلي بالك، بارك يوسف النجار وبارك العذراء القديسة مريم، لكن حاشا أنه يبارك المسيح، لأن المسيح هو المبارك. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم، يعني المسيح هيكون ليه علامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. سمعان الشيخ قال العذراء المطوبة مريم: هيجوز جواك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. آمين. دي قصتنا النهاردة عن سمعان الشيخ. سمعان الشيخ واحد من آخر الناس اللي في العهد القديم، العهد القديم اللي هو قبل ميلاد المسيح. ربنا قال له: مش هتموت يا سمعان قبل ما تشوف مسيح الله. ولما المسيح اتولد بالروح القدس، الروح القدس قال لسمعان: روح الهيكل ويحقق لك وعدك. وسمعان الشيخ لما دخل يوسف النجار والعذراء المطوبة مريم
ومعاهم الصبي يسوع أخده ورفعوا فوق وبارك الله واتنبأ نبوات جميلة جدا على أنه المسيح ليه علامة ستقاوم وأن المسيح هيكون سبب قيام وسقوط كثيرين. وتنبأ على القديسة مريم أنها سيجوز فيها سيف. وبعد ما عمل كل ده قال الله خلاص الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، تطلقني من جسد الشيخوخة إلى السماء. قصتنا النهاردة عن سمعان الشيخ مليئة بالبركات. ابقى معي إلى ما بعد هذه الترنيمة الحلوة التي سنستمع إليها مع مرنمنا دافئ الصوت منير حبيب. بعد الترنيمة في ملاحظات مهمة ليك وليكي، ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. كل اللي صنعته خير، كل اللي أظهرته حب، جيت عشان تخدم وتتعب وسطنا في أرض التعب، وقصاد محبتك أبغضوك من غير سبب، واللي جادت بقلوبهم انت لازم تتصلب، وانت احتملت الصليب مستهينا بالخجل، ده السرور موضوع أمامك والصليب هو الأمل. كل اللي صنعته خير، كل اللي أظهرته حب، جيت عشان تخدم وتتعب وسطنا في أرض التعب، وقصاد محبتك أبغضوك من غير سبب، واللي جادت بقلوبهم انت لازم تتصلب، واللي رفعك عالصليب ربي ما كانش المسمار، كان محبة كبيرة فاضت لينا من قلبك أنهار. كل اللي صنعته خير، كل اللي أظهرته حب، جيت عشان تخدم وتتعب وسطنا في أرض التعب، وقصاد محبتك أبغضوك من غير سبب، واللي جادت بقلوبهم انت لازم تتصلب، واللي جادت بقلوبهم انت لازم تتصلب. هكذا شدى لنا أخونا الحلو منير حبيب هذه الترنيمة اللي فعلا بتحكي عن النبوة اللي قالها سمعان الشيخ عن المسيح. قصتنا النهاردة عن سمعان الشيخ، هذا الشيخ الوقور أواخر الناس اللي من العهد القديم، اللي ربنا قال له مش هتموت يا سمعان قبل ما تشوف المسيح، مسيح الله. وبالروح القدس لما المسيح اتولد بعده بثمان أيام، بعد الولادة بثمان أيام حسب عادة اليهود، راحت به العذراء المطوبة مريم ويوسف النجار يقدموا الذبائح المطلوبة، أخذوا على إيده وتنبأ نبوات كثيرة وقال الآن تطلق يا سيد عبدك حسب قولك بسلام. وطبعا في كلمات سمعان الشيخ معاني كبيرة جدا، وأنا بدعوك أنك تدخل على موقعنا على الإنترنت وتقرأ الكلام، لأني مش هقدر طبعا أشاركك بكل حاجة، بس هاخد ثلاث أفكار سريعة جدا في عجالة. الفكرة الأولى عن الطاعة والرجاء، ثم الفكرة الثانية عن الخلاص والبهاء، والفكرة الثالثة والأخيرة عن بركة للعذراء. ماذا قال سمعان الشيخ وما هي البركة التي قالها للعذراء القديسة مريم؟ بالنسبة للطاعة والرجاء بتشوف في سمعان قصة جميلة جدا جدا عن كل شخص بيحب ربنا. أول حاجة اسمه سمعان كان عايش في أورشليم، أورشليم يعني مدينة السلام، فكان متمتع بالسلام. كل اللي عايشين مع ربنا بيتمتعوا بالسلام الحقيقي، إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. تاني حاجة إن اسمه سمعان وكان بار، كلمة سمعان يعني سميع بالعربي، سمعان بالعبري يعني سميع بالعربي، لكنه مش بس سميع، سميع وبار، يعني دايما ندخل في المنافسة دي، هو بيقول كتير ولا بيعيش كتير؟ كلنا عارفين إن كثير الأقوال قليل الأفعال للأسف،
وكثير الأفعال قليل الأقوال. سمعان كان بيسمع كتير لكن مش ودن من طين ودن من عجين، لكن سميع وكان بار وعامل بالكلمة. حاجة اللي بعد كده، كان ينتظر الرب. ما أحلى أن ننتظر الرب. يمكن عندك مشكلة، يمكن عندك مشكلة، انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك. لكنه كان ممتلئ بالروح القدس. يا ما أحوجنا لأن نمتلئ بالروح القدس. نظير سمعان الشيخ ويوحنا المعمدان، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. لكنه كان مطيع لصوت الرب. لما الروح القدس قال له روح الهيكل راح. بقول لإخواتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، كم مرة ربنا كلمك وأطعت؟ يا بخت يا بخت يا بخت اللي بيطيع، لأن الطاعة من ضمن العلامات الجميلة للمؤمن الحقيقي. حتى الرب مكتوب تعلم الطاعة مما تألم به. ثم مسك الرب، تخيل المنظر ده، يعني أرجوك تركز معي. حط الرب على إيديه. في شريعة في العهد القديم اسمها كبش الملء، كانت لتكريس الكهنة. يعني الكاهن عشان يبقى كاهن لازم يجيب ذبائح كده ويملأ إيديه خالص. أو سمعان الشيخ ملأ إيديه بالمسيح. يوم ما يسوع المسيح يملأ كيانك، هتقول مع أبونا إبراهيم لا أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل لألا تقول إني قد أغنيت إيديك وقلبك يتملوا بالمسيح. والحاجة السابعة والأخيرة، إنه كان واثق عند موته. يا سلام، يعني تخيل، شوف التعبير، الآن تطلق عبدك بسلام. تطلق يعني أنا وإنت. على فكرة أنا غريب جوه الجسد ده. شايف الجسد ده؟ أنا وإنت جوه جسدك غريب. دي خيمة. في وقت من الأوقات الخيمة هتنحل. النقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء. لكن روحنا تلبس جسد سماوي مشابه صورة المسيح، طاعة ورجاء في قصة سمعان. لكن خلاص بها، أذكر، دي حلقة البرنامج فيه سؤال بجد، ارسل لي، أذكر على الأقل 10 أسماء ذكروا عن المسيح في هذه القصة. من ضمنها إنه مسيح الرب، من ضمنها نور، من ضمنها مجد، من ضمنها مخلص، من ضمنها الله المبارك. وأخيرا أتكلم في النقطة الثالثة، كلمتين عن بركة العذراء. قال وضع لسقوط وقيام كثيرين. أنت واحد وأنا واحد. يا إما المسيح سبب أنه يرفعك للسماء، يا إما عدم قبولك للمسيح سبب لسقوطك في الجحيم وما فيش ثالث. يسوع المسيح وضع لقيام وسقوط كثيرين. يا إما هيرفعك من واقعتك وياخدك للسماء، يا إما هترفضه وتترمي في الجحيم مع إبليس. ثم لعلامة تقاوم. ما هي العلامة التي تقاوم؟ صليب المسيح. صليب المسيح اتنبأ عنه سمعان الشيخ انه علامة تقاوم. الناس بتكره الصليب جدا، لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. واخيرا قال العذراء المطوبة مريم سيجوز في نفسك سيف. وهذا ما تم عند الصليب لما كانت شايفة ابنها وربنا يسوع المسيح الخالق معلق على الصليب لأجلي ولأجلك. وقال المسيح يا يوحنا هو ذا أمك. وقال العذراء مريم يا امرأة هو ذاك. عزيزي المشاهد، هل تمتعت بالسلام؟ هل تأتي إليه عند الصليب الآن بجد دلوقتي وتقول له يا رب اديني السلام اللي كان في سمعان الشيخ؟ أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.